نفحات رمضانية، إعجاز القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بفضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن نكون من أهل القرآن، فللقرآن دلالات وبراهين وفيه إعجاز عظيم. من الإعجاز اللغوي في هذا القرآن نقول: لماذا قال الله سبحانه هو الله أحد ولم يقل الله قل هو الله واحد؟ فلنبدأ يومنا بهذا التدبر العظيم. فما الفرق بين واحد وأحد؟ فما معنى كلمة واحد؟ فواحد هو مفتح العدد، فنقول واحد اثنان ثلاثة وهكذا. أما قول الله سبحانه في كتابه العزيز أحد فهو منقطع العدد، ذلك أن أحد ليس له ثاني ولا مثيل، وواحد له مؤنث فنقول واحدة، أما أحد فلا يؤنث، وهذا مقام تشريف لله سبحانه وتعالى. ثم إذا قلنا متدبرين للقرآن قلنا واحد، فهذا يأتي وصفا لكل شيء، فنقول رجل واحد، إناء واحد وهكذا. أما أحد فاختص به الله سبحانه وتعالى فنقول الله أحد، فلا نقول مثلا الرجل أحد. وإن واحد قد يتضاعف وينقسم فيتجزأ إلى أتلات وأرباع وأخماس وهكذا. يا رب نسألك بعظمة هذا الإعجاز العظيم نصرا وشفاء وتفريجا لعبادك. فهذه الكلمة لا تتجزأ، فأحد يعني الوحدة، أما واحد فلا يعني النفي المطلق. فعندما تقول مثلا ما قتلت واحدا، فهذا يحتمل أنك قد تكون قد قتلت اثنين أو أكثر، ذلك أن النفي بواحد لا يبرئك. أما كلمة أحد فتفيد النفي القاطع. ثم تعالى معي فلنتدبر، فكلمة واحد تستخدم للعاقل وغير العاقل، نقول رجل واحد وحصان واحد، أما أحد فلا تستخدم إلا للعاقل، وهذا مقام تشريف لله سبحانه. نقول بعد استنشاقنا لنفحات الفجر هذه أن الله سبحانه أحيانا لنقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المتدبرين للقرآن الكريم. اللهم إني أشهد وأشهد جميع خلقك أنك أحد أحد. اللهم افتح علينا مفاتيح الخيرات. آمين يا رب العالمين.